كنت على البريد، ف كان يعني ابو فاطمه الكردي موجود، ارسلني انه سياتي اخ من الشاميه من غرب الفرات الى شرق الفرات، ف طلب مني أن استقبل هذا الشخص. كنا نتوقع أن يكون هو مبعوث الخليفة، فاسمه خلاد طبعا، الشيخ خلاد. فذهبت إلى جلب الشيخ خلاد جزراوي طبعا، وجدت 4 رجال، ست رجال، 2 يرتدون، 3 يرتدون الستر الناسفة ما يسمون انقماسيين، و3 ما أعرفهم. فتكلمت، قلت أنا علي اللي هو معروف بي اللي استقبلهم. أنا ما كنت أعرف من هذول اللي جايين، ركبت جلبتهم إلى المضافة. المضافة كانت في سوريا في شرق الفرات. عندما دخلنا إلى المضافة فوجئت بأن الموجود هو الشيخ أبو الحسن اللي هو الناطق الرسمي لدولة الإسلام المهاجر، والشيخ أبو بكر البغدادي. وهذا كانت الصدمة حقيقة الأمر، ما كنت أتوقع من أنا ألتقي بالبغدادي. سألني قال في كترونيات أي أجهزة موبايل قبضة؟ قلت فقط القبضة اللي أملكها. طلب منه أنه أرميها فرميتها،